مع اقتراب عاشوراء مجموعة من الأطفال صغار كيقتنيوا ألعاب نادر وحتى تعرج، لكن للأسف كاين البعض اللي كيختار المفرقعات أي ما يسمى بالقنبول، وهذا الشيء اللي كيكون خطر عليهم، ورغم ذلك كيفضلوا يلعبوا به. كيتستعمل الأغلبية في الأحياء الشعبية، وهذا الشيء اللي خلى مجموعة من المواطنين المغاربة يتشكوا من هذا القنبول اللي أصبح خطر على الأطفال وحتى على الساكنة. بالنسبة فهمتي القنبول راه سي انتيردي، إلا جيت من واحد الكوتي سي انتيردي. فوقتنا حنا راه كنا كنبداو القنبول حتى ديك النهار ديال عاشوراء، دابا 15 يوم قبل وأنت مصدع 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 فهمتي، وفيه كاين شي حاجة لي نيجاتيف بحال تكون ديزا شي حاجه بوزيتيف، تكون ديزا مره ولا شي حاجه تيلوحوا قنبوله تقدر تفانش. احنا دوينا على فهمتي بحال حنا بعدا عندنا في ريزيدونس فين ساكنين مره حامله ديزا الدراري كيلعبوا لها حوزيدانه مسكينه مشى لها الاول، هذيك قايد المقاطع وداك الشيء هذيك عاوتاني شكل اخر فهمتي. قنبول المغرب المغرب ما يبقاش يدخل قنبول ما يبقاش يدخل المغرب حيت هما اللي كيدخلوه اصلا كاين ولا لا؟ ايه شيش غيدخل مي تكون بواحد الكونتيتي قليله وديال 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 اللي يمشي راجل بعقله ويحوي ياخذوا فهمتي النيميرو د لاكارت ناسيونال وداك الشيء، وقعت شي حاجه راه بين شكون اللي ياخذ غيجيبوا بنادم كله غيحقوا معاه، ماشي كتدخل بواحد الكونتيتي كبيره كتمشي. المهم هادشي اللي كان هادشي اللي تيديروا ماشي معقول، هادشي ديال القنبول والتفرقع وداك الشيء، وكاين مرا حامله كاين بزاف تيبرسطونا بزاف هنا في هادشي ديال التفرقع، ما تيخليوناش نعسوا والوالدين تيهضروش مع ولادهم، وخص الوالدين ما يشريوش لولادهم هذاك الشيء، يعني كاين مشاكل في هادشي، وخص الناس اللي مكلفين بهذا الشيء خصهم يمنعوا هذا الشيء، ما خصوش يكون. هي كاين عاوتاني مرا حامله، كاين واحد ناعس. عاونا ديما وكاين اللي مراوات حاملين، كاين اللي دري صغار، بحال الدريه دابا غادي معاه في الطريق وكتسمع التقنبيل وهذي، راه ضروري ما ديرون جات تخلع وهذي، هذا الشيء راه ما خصش يكون هذا الشيء. لا بحال هذه الوقيته هذه ما كنخرجش، الوقيته ديال القنبول وديال هذاك ما كنخرجش. ريسك على الدري الصغار وهذي. نتمنى مسؤولين بحال هادشي ما خصش يدخل البلاد، اول حاجه خطيره الدراري الصغار ولا المراوات حاملات، ما خصش يكون ابدا هادشي. كاين شي عيالات عاوتاني الفكر ديالهم ناقص بزاف، والمراوات اللي واعين ما كيفكروش بحال هكا، كيفكروا شي حاجه ايجابيه، شي ايجابيه ديال الدراري الصغار، شي حاجه اللي تعلموها، حاجه ديال تعلموها بحال دابا هادي هاهي دابا قفزات، هادشي مستحيل ما خصش يكون هادشي. وكنا كنطلب من الدولة أول حاجة، كاينين كنطلب من الدولة ومن الحكومة هادشي خاص يمنعوا هادشي المفرقعات وداكشي ديال الميش وداكشي ديال داكشي خطير على الدراري الصغار وخطير على المراوات وخطير على كلشي. للأسف أطفال صغار كيغامروا بحياتهم وكيفضلوا يلعبوا بالنار والقنابل في غياب تام للتربية والتوعية من طرف أبائهم، وهنا كيطلبوا السكينة ديال الأحياء الشعبية من الناس المسؤولين أن هذا القنبول يتحبس وما يبقاش يدخل المغرب، حفاظا على سلامة الأطفال وحتى سلامة المواطنين من المخاطر اللي كيتعرضوا لها.